تقول الخطيئة الأولى للبشر والمحرك الأول لسائر الخطايا الأخرى الفضول الخبيث هو انشغال بما لا نفع فيه هو الرغبة الملحة لمعرفة ما خلف الأبواب المغلقة هو وليد الضياع ونكران الذات وهو الهروب من مواجهة النفس إنه العفن المتراكم فوق الشهوب النائمة هو داء للنفس لا دواء له فهو جزء لا يتجزأ عنها سأقص عليكم الآن هذه القصة قصة أشرف كمال الشاب الذي لم يمتلك من حطام الدنيا شيء سوى حلم بسيط حلم بغد جديد مشرق بلا ظلمات وبلا خوف حلم بأن تفتح له الدنيا بابها لكي يعيش حياة أفضل بعد أن رأى من هولات الحياة ما يكفيه وفي يوم من ذات الأيام يبتسم له القدر على غير العادة مانحا إياه فرصة كي يحيا حياة جديدة ويشعر أشرف بشيء كاد أن ينساه يشعر بالأمل ولكن أترانا نسعى إلى قدرنا أم أن قدرنا هو الذي يطاردنا أرجو منكم الآن أن تتركوا لي عقولكم لأروي عليكم هذه القصة التي هي حقا قصة غريبة إنها قصة الباب الو ايوه اشرف ايوه حسام ازيك عامل ايه تمام بقول لك مصطفى اخويا سافر امبارح الفجر ايه ده هو مش كان مسافر الشهر اللي جاي بس اضطر يسافر بدري شويه يا ده انا كان نفسي اسلم عليه قبل ما يمشي والله طب شوف بقى تحب تجيب حياتك وتيجي امتى طب شوف انت ناسبك انهي وقت ممكن النهارده بعد الظهر لو تحب خلاص اخلص شغل وعدي عليك ماشي اوكي هستناك النهارده الف شكرا يا حسام ربنا يخليك ربنا يخليك يا حسام ماشي يا حسام مع السلامة مع السلامة مع السلامة
حسام باشا، ازيك يا عشر؟ الحمد لله تمام. تعال خش في الباب وراك. ماشي. امال فين شنطه؟ جبتهاش معاك ليه؟ سيبها عند واحد صاحبي، المفروض اخدها دلوقتي. طب تعال اهو. احسن، انا مش عارف اشكرك ازاي على انت بتعمله معايا ده. عيب يا راجل، ده احنا ولاد عم. ربنا يخليك. بس انت ما شاء الله ايه، شقتك حلوه قوي، حاجه راقيه خالص. مش كده؟ على فكره انا اللي رسم اللوحه دي كلها. لا يا راجل، معقول؟ عاجبينك؟ طبعا عاجبني يا عم، ده شغل عالي قوي ما شاء الله. بص يا اشرف، انا عايز اقول لك على حاجه. انا عمري ما سكنت حد معايا هنا غير مصطفى اخويا. تقدر تقول كده عشان بحترم خصوصيات حياتي قوي، وبسمعش لاي حد مهما كان يتدخل فيها او يشاركني فيها. حقك طبعا، بس انت عشان انسان كويس ومحترم انا هثق فيك واتمنك على بيتي. ربنا يخليك يا حسام، وجميلك ده هيفضل فوق دماغي طول العمر. انت مش عارف انا مبسوط قد ايه بالفرصه اللي اديتها لي والله. ما يهمكش يا راجل، يلا بقى نفرك على الشقه. ماشي. ده المطبخ، ما حبيتش اجيب سفره فجبت الترابيزه الصغيره دي. والله احسن. تعال تعال. وده الحمام، ودي اوضتي، ودي بقى يا سيدي اوضه مصطفى اخويا اللي من النهارده هتبقى بتاعتك. الله، الاوضه حلوه قوي. مصطفى سابها زي ما هي، فيها كل حاجه. صحيح، هو مصطفى ده في كندا؟ لا كتير، اصل طالع هجر. يا ربنا معاه ان شاء الله. بس ايه، ما شاء الله مظبط لها تمام. يلا يا عم بيس. ما تريش يا حسام، والباب ده بتاع ايه؟ لا ما تشغلش بالك بيه، شايل وراه شويه حاجات خاصه بيا كده، اعتبره مش موجود اساسا في الشقه. خلاص ماشي. وانت شغال فين دلوقتي يا اشرف؟ شغال كاشير في صيدليه كده. ومرتاح فيها على كده؟ اهو ماشي الحال الحمد لله. طب اروح انا اجيب الشنط بقى. مش عايز اي حاجه من تحت؟ لا تمام كده، انا بس هديك مفاتيح الشقه. والنبي هات لي معاك علبه مندوبور ابيض. خلاص يا عم، خليها علينا المرة دي. خلاص ماشي ماشي، انا جاي على طول بقى ان شاء الله. اوكي يلا سلام. سلام. نورت الشقة يا اشرف. نور اصحابي يا حسام. وادي سجايرك ايه؟ شكرا. عفو يا عم، لو عوزت اي حاجة قول. خلاص ماشي، تصبح على خير. انت من اهل يا حسام. وهكذا قضى اشرف ليلته الاولى في حياة جديدة اعدها له القدر. ايه يا ابو اشرف؟ يعني ما قلتلناش ايه اخبار الشقه الجديده؟ شقه جديده حكايه يا ابني. وبعدين حسام مديني في حته اوضه، انما ايه؟ اوضه مصطفى اخوه. تخضها على الاخر بقى، تلفزيون ودش وتكييف وايه؟ الله يسهل له يا عم،
طب ايه؟ طب مش تبقى تشوف صاحبك ولا ايه؟ ولا خلاص اللي عيلي عيلي؟ يا عم عيب عليك يا عم، باخدك طبعا تشوف، بس اتقل شويه كده يا ابني، لسه راجل اول يوم قفايه النهارده. وعلى كده ابن عمك درويش ولا حسام؟ حسام ده باشا، راجل كده من الاخر، مهندس ومعاه فلوس ورسام، دماغ كده عايش مع نفسه، ولا ليه دعوه بحد ولا حد ليه دعوه بيه. والله محترم، هو الواحد واخد من الناس غير وجع الدماغ. على رايك. اللي بقول لك ايه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اللي بقول لك ايه؟ ايه؟ انت وراك حاجه من السبت الجاي؟ السبت الجاي؟ عندي ميعاد مع الدكتور يا عم الساعه 8. قشطه قوي. كنت عايزك معايا في مشوار كده لحد ابو نورس، هنروح لحد خالي نجيب منه حاجه ونيجي. لا يا عم ابو نورس ايه يا عم، فكك. وبعدين بقول لك عندي ميعاد الساعه 8. يا عم استجدع معايا بقى، ده انا ياما استجدعت معاك، وبعدين اجيبك قبل الساعه 8. يلا يا عم. ماشي، ربنا يسهل. كتكنيله فيكم في مشاويرك. طول عمرك راجل ابو اشرف يا جامد. ماشي يا عم الله يحرقك. ماشي يا عم ماشي. بص الحته دي هنزود فيها خرسانه هنا، والحته دي هنزود فيها سيخ حديد في العمود ده كله. طب حمام السباحه اللي كان في النص هنا؟ لا ده هيتنقل ورا خالص عند الحته الخضراء دي. طب ليه؟ صاحب العماره عايز كده. بس انا مش قادر افهمك يا حسام، يعني بعد ما كنت قاعد في الشقه لوحدك رحت تجيب ابن عمك الصغير يقعد معاك؟ الراجل انت بتخني من نفسك يا راجل. عندك حق يا كريم، بس الواد ده غلبان وشاف في حياته بلاوي. شاف ايه يعني؟ انت بتقول لي ده عيل صغير. لا شاف كتير. الواد ده كان متعلق بأمه جدا وهو صغير، سابته ماتت وعنده 8 سنين. بعدها على طول ربنا ابتلاه بمرات اب كفرت سيئات اهل، بقت تضرب فيه وتعذب فيه، ده غير انها خلفت كمان عائلين للراجل وبقت تكرهه كمان في الواد. لا وايه؟ وصل 13 سنه ادمن الكيمياء، بيضرب كودافين وتراما وغيره. بعدها على طول دخل في حاله نفسيه وجاله اكتئاب حاد وعنده 17 سنه. أبوه خده ولف بيه على دكاترة نفسيين كتير، لسه بياخد في العلاج وبدأ يبقى كويس. وكمان مجنون. يا عم مجنون ايه بس، خليني بس أكملي. كمل يا سيدي. المهم أبوه مات من كام شهر، راحت مرات أبوه طرداه من البيت. الواد بقى يتلطم عند قرايبه هنا شوية وهنا شوية. الواد نفسه عايز يبقى كويس، بذمتك ده ما يستاهلش إن أنا أساعده. راحتك، بس باخد بالك، الواحد بيسمع قصص كتير. ربنا يستر. أنت رايح فين النهاردة بالليل؟ لا أشرف عامل عشا النهاردة. طب يا عم براحتك. خلص وتعالى. ماشي. ايوه هخلص واجيلك. ماشي. هتاكل دلوقتي سندوتشات كبده عمرك ما اكلت زيها. طب يا سيدي اما نشوف. تعمل لك كمبيوتر صغير. بخلص شويه شغل كده. على فكرة أنا لافق كمبيوتر برضو. لا الله كويس، تعرف إيه بقى على كده؟ يعني هسطب ويندوز، هنزل شوية برامج، ده أنا كنت ماسك سايبر قبل كده يعني. تمام، فكرت تستفيد منه على كده؟ لا قلت ركز في شغل أحسن. بس أنت ما قلتليش، أنت ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي يا حسام؟ إشمعنى يعني؟ عندك عروسة ليا ولا إيه؟ لا يا عم لا عروسة ولا حاجة، بس يعني غريبة شوية، واحد زيك ناجح فنان وشيكو. بص يا ابني انا هجيب لك من الاخر، الجواز ده اكبر خازوق الراجل ممكن ياخده في حياته. والله عندك حق، مش احسن من الحريه؟ بس مش قوي كده، مفيش حاجه ملهاش ثمن. مسير هيجي يوم ولاقي نفسي لوحدي في الدنيا دي بطولي، ما لاقيش حد جنبي لما احتاج له. غريبه هو ان انت اللي بتقول الكلام ده احسن. ولا غريبه ولا حاجه، الواحد لما ياخد اي قرار في حياته لازم يبقى عارف عواقب القرار اللي واخده ده ايه وموافق انه يتحملها. ما بلاش يا ابن الكيمياء دي، هتلحس نافوخك. كيمياء ايه يا عم؟ ده كبير الدكتور بتاع الاكتئاب. كيمياء دي كانت زمان، الحمد لله بطلت كل حاجه دلوقتي. بس يبقى خد بالك برضه عشان ما تتعودش عليه. لا ما انا هبطل قريب ان شاء الله. فين يا عم سندوتشات الكبد؟ انت بتحنسنا ولا ايه؟ حالا.
ايه يا عم البيض اللي انت مشغله ده؟ يا عم بنقي نغم الموبايل يا عم. وبعدين ما احنا قاعدين هنا بقى نص ساعه ما بنعملش حاجه، مستنيين خرج الباشا. يا عم هتلحق الميعاد ان شاء الله، بس اتك على الصبر شويه. انت جاي له ليه اصلا؟ ابدا يا عم، مراته جابت له الواد اللي كان نفسه فيه من يومين، ودبح حاجله وبتاعه وبيوزعه على العيله وكده. وعلى فكره نصيبك شايلهولك. لا يا عم خليهولك يا عم، الحمد لله التلاجة عندنا مليانة بكل ما تشتهي الأنفس. آه يابا، ما خلاص ما أنت ركبت الناقة وشرخت. أعوذ بالله يا أخي. قول أعوذ برب الفلق يا عم. ياض أنا أحسدك على إيه ياض؟ على حسده اللي يرضى على. جامدة النغمة دي على فكرة. آه حلو. خليها. بقول لك إيه يا وشف؟ ها؟ ما تيجي نعمل مشروع محل موبايلات، يعني نغمات على شوية سوفت وير على شوية حركات. لا يابا أنا سكتي غير كده خالص، أقولها كده كام يوم وآخد كورس إنجليزي، وشوية كده لما الجامعة المفتوحة تفتح هقدم ورقي فيها. إيه الهبل ده؟ وأنت هتستفيد إيه من كده يعني؟ هستفيد إيه؟ أبقى راجل محترم يا عم. أنت بتهيألك على فكرة. انت عشان قعدت مع الواد ابن عمك المهندس ده كام يوم عينيك زغللي، افتكرت انك لو خدت الشهاده ممكن تبقى زيه. وانا ايه اللي ما يخلينيش ابقى زيه يعني؟ يا عم ممكن تبقى زيه واحسن منه كمان، بس مش كده. الشهادات خلاص ما بقالهاش قيمه. الدنيا دلوقتي عايزه الواد المفتح الفهلاوي اللي يعرف يشغل عقله ويعرف منين القرش بيجي. هو ده اللي ينفع في الزمان ده. اقول لك ايه يعني، ما ديك شايف الدكاترة عندنا في الصيدلية فحتوا واتردموا في الكليات، في آخر الشهر ياخدوا 700 جنيه. على مين ده اللي أنت جاي تتكلم فيه يا راجل؟ فوق بقى. الله يقرفك. ده أنا كل ما أفكر أعمل حاجة عدلة في حياتي تجيب لي إحباط. أصحاب زبالة يا أخي. خيالك اللي جاي هناك ده؟ هو تصدق هو يا عم عايزين نلعب كورة أشرف في دربه الجديد متناسيا ما كان حالما بما سيكون، ومضت على حياته الجديدة 3 شهور وبدأ الملل يدق بابه. بقولك يا حسن. ايه؟ عايزين لما كنت بادئ النهارده. ها؟ اشمعنى؟ هاخدك مع الشقه نضرب لنا سجارتين. لو النبي. اه يا عم وانا اعمل فيك ثواب وننضفك شويه. تنضفني؟ الله يرحم. بص انا ممكن اغلط فيك،
بس مش عايز عشان ما تغيرش رايك. واذا كان ليك حاجه عند الكلب. الكلب مفيش يا عم شوق يا عم. لا يا عم انا اللي كلب وابن 60 كلب. ايوه يابا كده. يلا يا عم افتح. ماشي يا عم. تعالى يا حسن. ايه يا عم ده؟ ايه الشقة الجامدة دي؟ تعالى تعالى. تعالى يا عم خش. ظبط الدماغ وعلي الدي جي طلع السلاح ورقص اللي فيه اللي عامل لي ليه واللي شايل ترنيه هندوس على كله يابا ده احنا ملوك الدي جي نرقص كل الناس نصهل على الانفاس نسيبها لما تولع ونضرب في الحساس ما تنسيش احنا وهارش الكلام ما تقدر اسمعنا يا اما خش نام اشفع عيس كل ما ماشي مهيس اشفع عيس كل ما ماشي مهيس اشفع عيس كل ما ماشي مهيس اشفع عيس. ايه يا عم الدماغ دي؟ مصطفى على ابوها مش كده؟ على ابوها. وإيه يا عم الشقة الجامدة دي والعيشة الحلوة دي؟ الله يرحم. أنا نفسي مش مصدق يا حسن. ده أنا عايش أنا بحس إن أنا بني آدم. الواحد اتحرم من حاجات كتير أوي حلوة. ماشي يا ابن المحظوظة. فين الحمام؟ هتلاقيه في وش الواد على طول. أشرف، هو الباب ده بتاع ايه يا أشرف؟ مش عارف. مش عارف؟ قاعد هنا بقالك 3 شهور ومش عارف ايه اللي ورا الباب؟ أنا سألت حسام علي قبل كده قعد يقول لي شايل ولا حاجة خاصة. غريبة، وأنت ما عندكش فضول تعرف ايه اللي ورا الباب؟ بصراحة عني، بس زي ما قلت لك قبل كده حسام ما بيحبش يدخل أي حد في حياته الخاصة، وبعدين أنا مش عايز أعرفه كل شوية أقعد أقول بابا ورا إيه وكده. هو لو كان عايز يقول كان قال من الأول. بصراحة أنا لو منك كنت عملت أي حاجة عشان أعرف إيه اللي ورا الباب ده. يا عم على إيه يا عم؟ هو حر. يا ابني خف أم البرشام ده شوية. ماشي يا عم رعص. بس انت تفتكر هيكون ورا ايه؟ بصراحة شكله كده ورا سر أو مصيبة سودة. وبعدين أنت مش شايف شكل الباب غريب إزاي؟ وبعدين ابن عمك ده أساساً شكله غامض أوي. سر زي إيه يعني؟ ما أنا أكيد لو كنت أعرف إيه اللي ورا الباب كنتش هبقى عايز أفتحه، ولا إيه؟ يا دي الحكم دي كلها في ناس غير عامة. ماشي يا عم.
مساء الخير يا اشرف، ازاي؟ تمام يا حسام، تاكل؟ لا متشكر، سبقتك في الشغل قبل ما اجي. ايه الاخبار؟ عادي زي كل يوم، مفيش جديد. انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. لما تريش حسام، هو بيبقى جنب ده في ايه؟ اشمعنى يعني؟ ما انا قلت لك قبل كده ورا شويه حاجات خاصه بيا. ايوه ما انا عارف، بس حاجات خاصه ايه يعني؟ يا سلام، ودي هتفرق معاك في ايه ان شاء الله؟ يعني مش من حق اعرف الباب اللي جنب اوضتي في ايه؟ لا طبعا مش من حقك تعرف ايه اللي ورا الباب، دي خصوصيات يا اخي. انت بتحترمش خصوصيات غيرك ولا ايه؟ لا اكيد بحترمها، بس يعني ما بسش ولا حاجه يا اشرف، ولو سمحت ما تفتحش الموضوع ده تاني. معلش يا حسام، انا مش قصدي اضايقك، بس ما حصلش حاجة، تصبح على خير. انت من اهل صباح الخير يا حسن. صباح الفل يا اشرف. ايه مالك؟ شكلك تعبان كده ليه؟ يعني اليومين كده ما بيجليش نوم. ليه بس كده يا صاحبي؟ مالك؟ مفيش حاجة، مقاري بس شوية. وايه بس اللي مقاريفك؟ مش حاجة معينة. ياه، ده انت شكلك معبي على الاخر.
ايه رايك اخدك يوم الجمعه مكان جامد وهناك نقول احلى كلام؟ ماشي يا حسن، ربنا يسهل. ايش طالع ايه يا عم؟ انت واخدنا على فين؟ يا عم اصبر على رزقك بس، تعال تعال. صباح الفل يا ابو يوسف. صباح الفل يا ابو علي. عامل ايه يا ابو يوسف؟ تمام. حجرين مع السلبه وكوبايتين شاي على 50. احنا قاعدين جوه. قاعدين جوه يا ابو يوسف. تمام. صباح الفل. ايه يا ابو اشرف يا جامد؟ ايه يا عم؟ مسافة بس ما نضرب ايه حجرين الشيشه وكوبايتين الشاي، هاخدك افرجك على مكان ابن لعيبه. ماشي. ايه رايك يا سيدي بقى في المكان الجاحد ده؟ كويس. قول لي بقى يا سيدي، ايه اللي مضايقك اليومين دول ومخليك ما بتعرفش تنام الليل؟ ايه بتحب ولا ايه؟ ده يا عم حب ايه بس؟ امال مالك؟ في ايه؟ مفيش، بيجي شوية كوابيس بس اليومين دول. كوابيس؟ وبتشوف فيها ايه الكوابيس دي؟ الباب. الايه؟ الباب. باب ايه؟ الباب ده يا عم اللي جنب الاوضه بتاعتي. وده بقى اللي بيجيلك في الكوابيس؟ ما انت يا عم الله يخرب بيتك، من ساعات ما قعدت تسألني عليه وتلعب لي في دماغي انا بحلم بيه كل ليله. يا عم ده تلاقيه بقى بأوضة مسكونة ولا حاجة. اسكتي بس أنا ناقصك. طب ما تسأل ابن عمك عليه. سألته يا عم وياريتني ما سألته. ليه قالك ايه؟ قفش عليا وقعد يقول لي ما تكلمش في الموضوع ده تاني وبتاع. قفش عليك؟ ايه يا عم المعاملة دي؟ عارف يا حسن؟ انا بحسام كلمني عشان اجي اعيش معاه في الشقه، افتكرت ان احنا نبقى اصحاب قريبين من بعض. انا اللي بحس اليومين دول معانا عنده شفقه. يا عم ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما انت شاب زي الفل اهو. زي الفل فين بس يا عم؟ انت مش شايف منظري عامل ازاي؟ عمرك شفت شاب في سني بياخد دواء كتاب؟ وايه اللي فيها يعني؟ ومين بس ما عندوش كتاب؟ يلا الحمد لله. بس انت في حاجة تانية مضايقاك يا عم؟ قول في حاجة مش مضايقاني يا حسن. انا كان نفسي حياتي بغير كده خالص. انا اما الله يرحمها كان نفسها اني ابقى حاجة كبيرة، دكتور او ضابط مثلا. شوف الواحد بقى ايه دلوقتي. أنا أمي لو كانت عايشة لغاية دلوقتي مكنتش اتبهدلت البهدلة دي كلها. إيه يا عم؟ أنت تقلبها دراما ولا إيه؟ أنا جايبك هنا عشان أفرفشك. فك كده وروق. كفاية كده يا حسن، مش هينفع. يلا يلا بينا نمشي. يا عم نمشي فين بس؟ خليك قاعد. مش قادر مش قادر. يلا يا اشرف، انا رايي تروح للدكتور بتاعك، انت بقالك سنتين ما بتروحلوش. مش محتاج دكتور ولا حاجه، انا هبقى كويس. يا اشرف انا بقولك الكلام ده عشان انا بحبك وخايف عليك. انا عارف يا حسن. ما تيجي نروح نقعد في حته طيب؟ لا معلش خليها مره ثانيه، انا تعبان وعايز اروح. ما تتحركش، اتحرك وامشي ان شاء الله على السطوح، ان شاء الله في البلكونه. ما الناس يقول لك الشارع بيكسر وانا ما اقدرش اروح النادي. امشي في البلكونه. تنزل حسام ولا ايه؟ اه يا اشرف احتمال اتاخر شويه. بص في بيتزا في التلاجة لو عايز تبقى تعشى. ماشي يلا سلام. سلام. حتتين اصبعها شويه بتعملوا زي كده، ند بعض الادويه البسيطه جدا عشان تساعد الده في الكبده. اللي عندهم سكر بيجيله برضه.
مالك يا أشرف؟ شكلك مش مظبط ليه؟
تعبان قوي يا حسن. انا خلاص ما بقتش بنام خالص. انا ما بقتش عارف اخرته ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده. طب انت عايز ايه؟ عايز اعرف ايه ورا الباب ده. هيقول لي تاني الباب؟ ما كانش السؤال سالته لك يا اخي. وبعدين انت المفروض تبطل الدواء اللي انت بتاخده ده شويه، شكله هو اللي تعبك التعب ده. ايه يا عم الكلام ده؟ ما انا الدواء مال الباب دلوقتي. وبعدين انا ما اقدرش ابطل الدواء اليومين دول خالص يا اشرف. افهم، انا بقول لك كده عشان خايف عليك. ماشي يا عم، ربنا يخليك. برضو يا اخي انت شكلك هتضيع نفسك وتضيع انا معاك. Ah!
ايوه يا حسن. ايوه يا اشرف، اتاخرت ليه؟ معلش يا حسن مش هقدر اجي النهارده. ايه ده؟ انت بقالك كذا يوم ما بتجيش وشكلك ما بقاش حلو. بطل عبط والنبي والبس وتعالى دلوقتي عشان دكتور هشام ما يقفش. والله ما هقدر، انا روزيت البيت على من طولي. ماشي يا اشرف براحتك، بس ورحمه امك ما تعملها تاني. ماشي هحاول. نبي حسن كنت عايز منك خدمه. تعال اشتريت من الدهب بتاعي عشان اللي عندي قرب يخلص. يخرب بيتك انت، لحقت تخلصه؟ نبي حسن ما تخنونيش، قابلك بيه في البلاي ستيشن وارش شريط معاك. قشطة، يلا سلام. سلام. ايوه حسن، انت فين دلوقتي؟ طب انا 5 دقايق ابقى عندك. ها يلا سلام. في حاجة يا أشرف؟ 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 في حاجة؟ لا بلا معلش، أصل كنت سرحان شوية. سرحان؟ سرحان في إيه بقى إن شاء الله؟ فيه شوية مشاكل في الشغل وكده. تنزل؟ راح البلاي ستيشن، عايز حاجة من تحت؟ لا متشكر. يلا مع السلامة. سلام. ايه يا عم بتلعب عدل فيه؟ ايه مالك؟ ماليش يا حسن، جبت الشريط؟ على فكرة انت بقيت تاخد البتاع ده كتير قوي وشكلك ادمنته.
الدكتور قال لي انا ما بعملش ادمان، انا بس فاضي كتير شويه اليومين دول عشان حاسس اني تعبان شويه. على فكره دكتور هشام تاني خنق منك عشان ما بيجيش الشغل، وشكله كده ناوي يمشيك. لا لا، ما انا هروح له من بكره من بدري ان شاء الله. انت ايه بقى اللي كان بيخليك ما بيجيش الشغل كل ده؟ باب يا حسن. الله يخرب بيت الباب على ابو الباب، انت هتضيع نفسك عشان حاجه هايفه زي كده؟ ما اعرفش ليه يا حسن، مش قادر اخرجه من دماغي، حتى لما بنام بحلم بيه. عارف يا حسن، انا مستعد ادفع عمري كله عشان اعرف ايه اللي ورا البيت ده. طب خلاص يا اخي، افتحه لو ده اللي هيريحك. افتحه؟ لا يا عم حسام يزعل لو عارف، ده انا ممكن اختاره فيها. طب اديك قلت اهو، لو عارف هو مش بينزل شغل الصبح، افتحه وهو بره. لا 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 لا، ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. طب اعمل لك ايه يعني؟ ما تعملش حاجه، العب العب العب. مساء الخير يا حسام. مساء النور يا اشرف، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بقول لك يا حسام، انت ركبت قفل على الباب؟ انت ما عرفتش الشقه اللي تحتنا اتسرقت. يعني انت مش مركبه عشاني صح؟ عشانك؟ لا طبعا مش مركبه عشاني، انا لو مش مسامنك ما كنتش قعدتك معايا هنا في الشقه. على كده بقى اللي ورا ده حاجه تهمك قوي. اللي ورا الباب حاجه تهمني قوي. يا حسام انا ما اقصدش اضايقك يا حسام، بس انا نفسي بس تديني فكره عن ايه اللي ورا الباب ده. وبعدين يا اشرف، احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. معلش يا حسام اعذرني، كنت نفسك مكاني اكيد كنت عايز تعرف ايه اللي ورا الباب ده. لا طبعا ما كنتش عايز اعرف ايه اللي ورا الباب ده. يا حسام انا هتجنن يا حسام، الباب ده بيجري في الكوابيس. ايه وبعدين يا اشرف، انت هتقلقني منك ولا ايه؟ لو مش مرتاح هنا تقدر تسيب الشقه. لا 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 خلاص انا ما اقصدش، انا اسف، انت عارف طبعا ان عمري ما هعمل اي حاجه تضايقك يعني. ماشي يا اشرف، اقفل النور واقفل الباب وراك عشان عندي بكره الصبح شغل بدري. صباح على خير يا حسين. انتي فين يا ابا؟ ايوه يا حسن. ايوه يا عم،
ثانية ابعتها لك معايا. ارتحت كده؟ مصرش لي يا ابني اي حاجة، طول اللي عندي ظروف. ظروف؟ ظروف ايه يا اخي اللي تخلي الواحد ما يروحش الشغل بتاعه اسبوع؟ طب خلاص انا بكلم. تكلمه تقول له ايه؟ انا مش طايقك، وكمان ابتدى يحس ان انت اللي بتاخد الدوام من الدور. طيب يا عم، انا كده ولا كده كنت هسيب الشغل. يعني انا باخد كام يعني؟ خلاص يا اشرف، حصل خير. وبعدين انا يومين كده بقابلك عشان اديك فلوسك ونشوف هنعمل ايه. خلاص يا اشرف. الو الو اشرف، انت معايا؟ ايوه ايوه خلاص انا بكلمك بعدين. سلام. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قطعت بيا وسبتيني بدري يا امه، وحشاني قوي يا امه بجد وحشاني. انا محتاج لك اكتر من اي وقت عد. ادعيلي يا امه، سايق عليك النبي لا تدعيلي. ايه وصلت لفين مع ابن عمك؟ ولا حاجة، ركبت امبارح قافل على الباب.
بس خلاص الواد شكله لسع. طب ومعاده ليه؟ ما تمشيه. ما ينفعش يا كريم، الواد متدمر، حاجه زي كده ممكن تضيعه. قول له مسافر، قول له اي حاجه. ما ينفعش، ما اعرفش انا اعمل حاجه زي كده. خلاص يا اخوي استنى لما يسرقك. اشرف يخاف يعمل حاجه زي كده. يا ابني اللي جاي واتحرم واتبهدل عمرك ما تعرف تثق فيه. مش قاعدة والله يا كريم، ياما في ناس شبعانة وبنت 60 كيلو. في دي عندك حق، بس برضه بخلي بالك. هشوف كده هعمل ايه. صحيح المهندس علاء كلمني امبارح كان عايزك. سيبك منه ده راجل مجنون. فين بقى الموقع اللي انت تقول الشركة خدته؟ اهو المربع ده اللي هناك ده؟ انا كنت فاكره هنا كده. ما هو برضه ده تبع الموقع. انت ايه؟ انا انت بتسرقني؟ لا والله خالص، انا بس كنت عايز اعرف ورا ايه ده جزاتي؟ بعد ما لميتك من الشارع وعملت منك بني ادم؟
معلش يا حسام، انا مش عارف انا عملت كده ازاي. سامحني والنبي. اسامحك واسامنك ازاي بعد كده؟ انت ما صنتش النعمه اللي انت كنت فيه. والله يا حسام ما ضايقك تاني، انا بس اليومين دول نفسيتي مش مظبوطه. انا اسف والله. انا اللي اسف عشان حاولت اساعد عيل بايظ زيك. انت مالكش وعد تاني في البيت ده بعد النهارده؟ لا والنبي يا حسام، كل اللي كده يا حسام اروح فين؟ ده انا ماليش حد غيرك يا حسام. خلاص يا اشرف خلص، انت تلم هدومك دلوقتي واتكل على الله دلوقتي حالا. والنبي يا حسام اديني فرصه تانية. والنبي عشان خاطر ربنا يا حسام. مش عايز كلام كتير، انا اخش اوضتي نص ساعه، لو خرجت لقيتك لسه قاعد يا اشرف انا هطلب لك البوليس. والنبي يا حسام، والنبي يا حسام اروح فين يا حسام؟ حسام اروح فين يا حسام؟ انا ماليش حد غيرك يا حسام. والنبي يا حسام ده ابن عمك يا حسام. والنبي يا حسام اروح فين بس يا حسام؟ اروح فين يا حسام؟ اروح فين يا حسام؟ اروح فين بس يا حسام؟ وهكذا طرد أشرف من الجنة خائفا بلا مأوى بلا أمل بلا غد. لو سمحت يا أستاذ، يا أستاذ، يا ريس، هاخد علبة الجل دي. ماشي، 5 جنيه. اتفضل. ايه يا أشرف؟ ما تركز شوية، ده انا بوست ايد الراجل عشان يرضى يرجعك الشغل تاني. هو الدرج ده مقفول بقاله قد ايه؟ بقاله كام يوم كده، وبصراحة حركتك وشكلك الأيام دي بقت تقلق. حتى الدرج كمان اتقفل. طب والنبي حسب ممكن بس تفتحه لي عشان اخد الدواء بتاعي، عشان بقالي كذا يوم ما خدتوش. والله لو ينفع أشرف أنا متأخر عنك، أنت عارف أنت أخويا، بس المفتاح مع دكتور هشام. وبعدين يا أخي اعتبرها فرصة تبطل فيها الدواء المنيل ده. أبطل الدواء؟ تفتكر هو ده اللي هيساعدني دلوقتي؟ يا ابني أنا خلاص انتهيت. إيه يا عم الكلام ده؟ على إيه يعني؟ أنت أول ولا آخر واحد يتخانق مع ابن عمه؟ أنا عايزك بس كده تفوق لنفسك، وانا هظبطك كده واخليك زي الفل. يا ابني انا طلعت السهابة عسامة،
بغبائي نزلت نفسي لسهبة عرض تاني. أنا اللي عملت في نفسي كده. والنبي عشا ببلاش تقعد تتحسر كده، اللي حصل حصل خلاص، وبعدين ابتدي فكر هتعمل ايه. وبعد ما نخلص هاخدك كده عند جماعة صحابي، واخدين شقة أجار كده في بولاق، هاخدك معايا ونشوف لك مطرح فيها تقعد معاهم. وبعدين ايه موضوع شكلك ودقنك ده؟ انت ايه يا عم، ناوي تستشيخ ولا ايه؟ ها اشرف، اشرف، اشرف. يخرب بيت ابوك. خلاص ابقوا شيلوا بقى السياخ دي وحطها هناك برضه. الو، مين معايا؟ يا باشمهندس انا علاء مرسي دارك. ازيك يا استاذ علاء، عامل ايه؟ تمام الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ خير. انت مش كنت قلت لك طلبت قريبك؟ ليه في حاجه؟ اصل شايفه من شويه طالع العمارة. انت متاكد ان هو؟ بس شكله غريب كده ومطول دقنه. من الكلب. طب متشكر يا استاذ علاء، مع السلامه.
حرام يا ابن الكلب يا واطي. انت بتسرقني؟ لا 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 امشي قدام. امشي انا هديك في 60 ده. امشي يا حاج. انا اسف والله. والله انا هديك في 60 ده. انا تعبان امشي يا حاج. انا تعبان احسن انا اسف والله ما بقاش بستقبل احسن. امشي ابوس ايدك يا حسن. انا اسف ابوس ايدك يا حسن. انا اسف انا هوريك ما بقاش بستقبل احسن. يا سعيد انا تعبان والله. يا سعيد اوعى ابوس ايدك والله مستقبل احسن. يا ربيع يا ربيع حسام حرام يا ربيع والنبي حسام خلاص يا سعيد حسام يا سعيد خلاص انا اسف يا ربيع حرامي عندي انا ربيع يا سعيد يا سعيد يا سعيد قصصتها عليكم بدون زيادة أو نقصان. القصة التي غيرت حياتي إلى الأبد، والذي لا يزال يتساءل منكم عما وراء الباب فهو إنسان أحمق لم يعي شيئا مما قيل. أما أنا فقد عرفت ماذا يوجد وراء الباب، فوراء الباب لا يوجد شيء سواي أنا. نعم أنا، وقد أيقظت أني سأظل حبيسا مدى الدهر وراء هذا الباب. فالباب هو لعنتي وهو قدري. سيظن الجهلاء أنه قد مسني ضرب من الجنون، فلا حرج عليهم. فقصتي هذه لذوي العقول لعلهم يتفكرون.